أما قضية الرق فالرق يعني باختصار، لأن لا يمكن التطويل في هذا الجانب الآن، باختصار الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لعبادته سبحانه وتعالى، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في أناس اللي هم إحنا مثلا قلنا سمعنا وأطعنا عبدناه وقلنا لا إله إلا الله وعبدنا حق عبادته وآمنا أنه إلهنا وربنا سبحانه واستجبنا له، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى. في أناس متمردون وهم الكفار، مثل ما قرأنا قبل قليل عن اليهود يسبون الله سبحانه وتعالى، إن الله فقير ونحن أغنياء وغير ذلك من الأمور، إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك. المهم يسبون الله تبارك ولم يعبدوه جل وعلا. فيقول بعض أهل العلم من أبى أن يكون عبدا لله باختياره كان عبدا لبعض عبيده رغما عنه. هذه عقوبة من الله لهم لأنهم هم المعتدون ابتداء. هؤلاء لا ننظر إليهم يكسرون الخاطر، مثل الحين واحد قتل واحد، اللي انقتل مات خلص، القاتل موجود. احنا نأتي لأهل القتيل نقول لهم يا جماعة روح، هذه روح، شلون تذبحونه؟ طيب انت نسيت الروح اللي اهدرها؟ لماذا ننظر بالعطف الى القاتل ولا ننظر الى المقتول؟ كذلك انسان سارق تقطعون يده حرام، طيب هو سرق اموال الناس واعتدى عليهم واثار الرعب في البلد وخوف الناس وكذا، لماذا لا يعاقب؟ فلا ننظر فقط للناس انهم مساكين انهم مظلوم. الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. لماذا؟ خوفوا الناس وقتلوهم واخترقوا اموالهم. طيب اذا لابد ان ننظر الجريمه مقابل العقوبه. كذلك هؤلاء عقوبتهم عظيمه، جريمتهم عظيمه جدا، كفروا بالله. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إحنا عابدينك، أنا خلقتكم، أنا رزقتكم، إحنا عابدينك. فلما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم عبيدا لعبيده سبحانه وتعالى، هذه ليس فيها ظلم، وإنما هذه عقوبة لهم على ما افتروا على الله تبارك وتعالى.